إن شاء الله النهاردة هنتكلم بقى عن الجزء الأولاني. طبعا إحنا أكتوبر اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي هنبدأ ندي أول إيفنت لينا النهاردة يوم 10، اللي هي المحاضرة المجانية العامة اللي بتتكلم عن فكرة الملوك وليه مش كلهم بنوا أهرامات. بعد كده هيجي ميعاد تاني هنتكلم فيه عن فكرة الجواز وطقوس الجواز في مصر القديمة وحقوق الزوج والزوجة وعملية تربية الأولاد، كانت إزاي الفكرة بتاعت الأسرة قائمة في مصر القديمة، والوثائق اللي بتتكلم عن موضوع الزواج ورأي وموافقة البنت والولد وحاجات تانية كتيرة جميلة كده هنتكلم عنها في لقاء وحدها. عندنا طبعا من يوم الأربع والخميس القادمين اللي هو 12 و13 الكورس الشهري بتاعنا اللي هو الفلسفة المصرية وفكرة الإنسان الكوني. يعني إيه الإنسان الكوني؟ أو في مصطلح كده اسمه الأنثرو بوكوزموس اللي هو الإنسان الكوني، الإنسان المتناغم مع الكون. فده الكورس الشهري بتاعنا، وهيبقى عندنا إن شاء الله يوم السبت ال 15 أكتوبر، ده موافق يوم 3 بابا. بابا ده اللي هو الشهر الثاني من الشهور المصرية القديمة، واللي فيه واحد من أهم الاحتفالات المصرية القديمة يوم 3 بابا اللي هو موافق 15 أكتوبر. ده احتفال مصري قديم اسمه إبراء عين حورس، احتفال جميل جدا ومهم جدا اسمه إبراء عين حورس. هنتكلم عنه بقى، هنروح رحلة لسقارة في اليوم بتاع إبراء عين حورس ده، وهنتكلم بقى عن القصة بتاعت حورس والكونسبت بتاع حورس، وهنتكلم عن الصراع ما بين حورس وما بين ست وبراءة عين حورس، وإزاي تم إبراء عين حورس وعلاقة إبراء عين حورس بالقمر وعلاقة إبراء عين حورس بالتحوت اللي هو العلم والحكمة. وهنعمل زيارة هناك جميلة جدا للمقابر بتاعة حكماء مصر القديمة زي بتاع حطب وكجمني ومروكة وغيره من الأماكن الجميلة. هنستمتع إن شاء الله بالرحلة في يوم إبراء عين حورس ده يوم 15 أكتوبر. ويوم 24 أكتوبر إن شاء الله هيكون اللقاء الثاني بتاعنا، واللي بيتكلم عن الصحة والجمال النظافة في مصر القديمة، العادات اليومية اللي المصري القديم كان بيستخدمها علشان يحافظ على صحة البشرة وصحة الشعر والصحة العامة للجسم والنظافة العامة للجسم، وكجزء كده من مبدأ الوقاية خير من العلاج، كنظرة كده عن الصحة والجمال في مصر القديمة، من جزء كده من التراديشنال كيميتيك ميديسين اللي هو الطب التقليدي المصري القديم، وازاي كانوا بيستخدموا الأعشاب والحاجات اللي موجودة في الطبيعة في الحفاظ على الصحة والجمال العام عندهم. النهاردة عايزين نتكلم عن جزئية مهمة جدا، وهو اللقاء بتاعنا الخاص بالأهرامات. ناس كتير جدا بتقول أو بيجري دايما في دماغها، يعني احنا عندنا دلوقتي اهرامات في الجيزة، وعندنا اهرامات في سقارة، وعندنا اهرامات في دهشور، وعندنا اهرامات في الفيوم في هوارة واللاهون، وعندنا اهرامات في ميدوم، وعندنا اهرامات في زاوية العريان منطقة كده قريبة هنا في الجيزة، وعندنا اهرامات في المنطقة اللي ما بين سقارة وما بين الجيزة اللي هي أبو صير. فإحنا عندنا أهرامات كتير جدا، بس الأهرامات دي كلها عادة علم الآثار أو الرأي الأثري بيقول لنا إن الأهرامات دي اتبنت في العصر
بتاع الدولة القديمة. احنا عندنا العصور المصرية القديمة متقسمة ل 30 أسرة، يعني كان في واحد اسمه مانيتون السمنودي، ده كان مؤرخ مصري من مدينة سمنود في الغربية. الراجل ده كان عايش في عهد واحد من الملوك البطالمة زمان جدا. فالملك البطلمي ده قال له أنا عايزك تكتب لي التاريخ المصري والملوك المصريين كانوا بيحكموا هذه الأرض إزاي عشان أقدر أستفاد من تجاربهم في حكم مصر. فبالفعل مانيتون السمنودي بدأ يكتب له التاريخ المصري القديم والطريقة اللي كان بيحكم بيها الملوك علشان يقدر يستفاد هو كمان من الطريقة دي، ويقدر إن هو يعدي الأزمات اللي ممكن دايما بيقع فيها بسبب الأحداث أو بسبب الجغرافيا أو whatever. فمانيتون السمنودي لما كتب تاريخ الملوك المصريين قسم الملوك دول، عددهم كبير قوي، إلى 30 أسرة ملكية، 30 أسرة ملكية. وبعدين جم المؤرخين بقى والعلماء الآثار في العصر الحديث قسموا الملوك أو الأسرات الملكية دي إلى عصور على بعضها، فسموا فترة الأسرات الثالثة والرابعة والخامسة والستة، سموهم عصر بناة الأهرامات، وقالوا إن الأهرامات اللي مبنية كتير قوي في شمال مصر اللي بنوها هم الملوك بتوع الأسرات الأولى اللي هم من الأسرة الثالثة لحد الأسرة رقم ستة. فعندنا الملك خوفو، وعندنا الملك خفرع، وعندنا الملك منكورع، وعندنا الملك أوناس، وعندنا الملك تيتي، وعندنا الملك بيبي، وعندنا ملوك كتير جدا بنوا الأهرامات في خلال الفترة دي. والأثريين بيقولوا حوالين بناء الأهرامات، هنتكلم بقى عن الرأي الأثري وهنتكلم عن ما بعد الرأي الأثري لو فيه علاقات تانية فلكية أو غيره هنتكلم عنها. فالأثريين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن البداية خالص مع بداية الحضارة المصرية القديمة كان الناس أو كان الملوك أو كانت العادة إن كل شخص بيبقى خلاص قرب يموت بيبني لنفسه مقبرة. والمقبرة دي كانت في العصور اللي قبل الأسرة الثالثة كانت عبارة عن حفرة في الأرض بتاخد شكل دائري أو بيضاوي وبعد كده شكل مستطيل في الأرض تحت، وبيعملوها تخطيطات كده يحطوا فيها المكان بتاع التابوت والموميا والأوض الجانبية، يحطوا فيها الأساس الجنزي بتاعه، وبعدين يغطوها بمصاطب كبيرة كده أو ببلوكات حجرية كبيرة على الوش، ويحطوا ليها شاهد قبر كده عشان يعرفوا هنا مين اللي مدفون سواء كان ملك أو حد من الأفراد. وبعد كده اتطور الأمر بإن هم بدأوا يبنوا المقبرة على أوسع، يحطوا فيها حجرات كتير تحت الأرض، وبعدين يغطوها بالعتب الحجري ده، بعدين يبنوا فوقيها مبنى كبير علشان اللي بييجوا يزوروا الميت ويقدموا الصدقات على روحه يقعدوا في الأوض اللي فوق الأرض دي، ومرسوم عليها بقى ديكوريشن مرسومة بالشكل بتاع المتوفي والأعمال بتاعته ومعلومات عنه وحاجات زي كده، بحيث إن الناس لما تبقى قاعدة في الأوض اللي فوق على وش الأرض دي يبقوا دايما بيذكروا المحاسن بتاعته وهكذا، وروحه تأتنس بيهم. وبعد كده الملوك حبوا يميزوا نفسهم في المقابر بتاعتهم عن عامة الشعب أو عن الناس التانية زي الوزير بقى أو أي حد تاني، ما ينفعش الملك يبقى زيه زي مقبرته زي الإيه الناس التانية. فبدأ الملوك يعملوا حاجة تانية، يعملوا حاجة اسمها المصطبة، ويحطوا يعني يحطوا بلوك حجري عالي قوي فوق المقبرة، وبعدين بدأوا يحطوا بلوك تاني فوقيه، وبعدين يحطوا بلوك تاني فوقيه، وهكذا لحد ما وصلنا لفكرة إن المقبرة من تحت الأرض بشكل مستطيل أو بيضاوي، لأن هي مصاطب فوق بعضها، فوصلنا للشكل بتاع الهرم المدرج،
وبعد كده الهرم الكامل، ده الرأي الأثري احنا بنعرضه دايما لحد دلوقتي، بحيث ان احنا نبقى منصفين دايما، اللي هو بنقول كل الآراء اللي موجودة هنا وهنا، وبعدين نترك الرأي في النهاية للمنطق وللعقل وللتفكير لكل ايه شخص، وده من حقكم وحقي. فالأثريين بيقولوا كمان إن الملوك خدوا هذه السنة، بدأوا كلهم بقى يعملوا لنفسهم أهرامات 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 كمقابر علشان يدفنوا فيها بعد موتهم. وبعد كده لما وصلنا لعصر الأسرة الستة، بدأ الملوك برضو الأثريين أصحاب هذا الرأي، بدأ الملوك في عصر الأسرة الستة يبقى ضعاف، فحصل ثورة اجتماعية عندنا في مصر، وبدأت الأهرامات تتعرض للنهب وللسرقة. فبدأ الملوك اللي جم من بعد كده يعملوا في الأهرامات متاهات وممرات مضللة، علشان خاطر لو اتعرضت للسرقة محدش يقدر يوصل للكنوز الداخلية بتاعتها. ده الأثريين قالوا كده. وبعد كده لما دخلنا في عصر الاحتلال بتاع الهكسوس، اللي هم أصحاب البلاد الأجنبية سكان الصحراء احتلوا مصر، اتغيرت رؤية الملوك المصريين تماما بقى بالنسبة للأماكن اللي هيكون فيها بيوت الأبدية بتاعتهم. فقالوا لأ، ده الهرم باعتباره بقى في الرأي الأثري على إن هو مقبرة للملك، قالوا ان احنا كملوك لو فضلنا نبني مقابر على شكل اهرامات، فاحنا هنبقى بنقول للحرامي تعالى اسرق المقبره اهي بتاعت الايه الملك، لان الهرم كبير. فبداوا ان هم يغيروا سياستهم في الدوله الحديثه، بدايه بقى من الملك احمس اللي هو طارد الهكسوس، ومن بعدهم بقى زي حتشبسوت والملك مرمبتاه والملك توت عنخ امون والملك رمسيس والملك تحتمس والملك سيتي، وكل الملوك اللي احنا بنسمع عنهم لما بنروح وادي الملوك في الاقصر. فقالوا لا، احنا مش هنبني اهرامات عشان ندفن فيها تاني، احنا هنبني مقبره، والمقبره دي تبقى في وسط الجبل، ننحتها في قلب الجبل جوه، وبعد ما الملك يموت يدفن جوه المقبرة دي، بعدين الباب يتقفل ونكسر شوية حجارة من الجبل من فوقيها، فالجبل يروح مغطي باب المقبرة، وبالتالي ملامحها تبقى اختفت تماما، وبالتالي محدش يقدر يسرقها ولا يسرق الكنوز اللي جواها. والملوك في الدولة الحديثة استمروا على هذا الفعل، وبدأوا ان هم يبنوا المقابر بتاعتهم في وادي الملوك، علشان تبقى بعيدة في الجبل وبعيدة عن إيدين الناس اللي بتسرق. فده الرأي الأثري، اللي هو ليه مش كلهم بنوا أهرامات؟ لأن الأهرامات في البداية كانت فكرة الملوك لبناء مقابر خاصة بيهم مميزة عن بقية الشعب، ولما لقوا إنها بتتسرق بدأوا إن هم يعملوا فيها متاهات جواها، ممرات كده متاهات جواها، ولما لقوها برضو بتتسرق قرروا ان هم خلاص مش هنبني مقبرة لينا على شكل هرم، احنا هنبني مقبرة في وادي الملوك مستخبية في الجبل، وبعد كده ايه مش ما بقوش يبنوا اهرامات. طيب تعالوا كده نحلل هذه الاراء بتاعتهم. اولا بالنسبة للاهرامات اللي موجودة في مصر، مفيش ولا هرم من الاهرامات الموجودة في مصر، بداية من اهرامات سواء بقى الأسرة الثالثة، الأسرة الرابعة، الأسرة الخامسة، الأسرة الستة، أيا كان، هرم خوفو وخفرع منكورع، الهرمين بتوع سنفر اللي في دهشور، أهرامات أبو صير بتاع الأسرة الخامسة، الأهرامات بتاعة الفيوم، هوارة واللاهون بتاعة الأسرة الـ12، أو أيا كان الأهرامات التانية، مفيش ولا هرم طلع منه موميا ملكية. يعني كل الأهرامات لما تم اكتشافها ودخلنا جواها، أولاً مفيش داخل هذه الأهرامات مومياء ملكية،
تاني حاجة، مفيش داخل هذه الأهرامات أي أساس جنائزي، يعني مفيش مثلا حاجات بتقول إن كان فيه هنا شخص مدفون وجنبه المقتنيات الشخصية بتاعته اللي كان بيستخدمها وهو عايش. مفيش داخل هذه الأهرامات أي نصوص بتتكلم أو رسومات بتتكلم عن حياة الملك اللي كان عايش وهو اللي بنى الهرم ده، بخلاف النصوص بتاعة الأهرامات اللي موجودة على هرم أناس وهرم بيبي وهرم تيتي اللي من الأسرة الخمسة. فدول حاجة سبيشال اللي هي نصوص مقدسة بتتكلم عن رحلة معراج روح الملك إلى السماء والتحاقه بعالم الأرواح ورجوعه مرة تانية إلى عالم الدنيا. والنصوص المقدسة دي بتخلو تماما من ذكر وفاة الملك، بتخلو تماما من ذكر كلمة موت، كلها بتتكلم عن إشراقة روح الملك، معراج روح الملك، رجوع روح الملك، اتصال روح الملك بالأسلاف، كلها بتتكلم كأنها عملية طقوس روحية معينة بتعرج بيها أو بتخرج بيها الروح بتاعة الملك وتتصل بأرواح الأسلاف وترجع للجسد مرة تانية. فالأهرامات ما هياش مقابر بأي شكل من الأشكال عشان خاطر الملوك يبطلوا يبنوها عشان بتتسرق ويروحوا يبنوا مقابر في وادي الملوك. طيب تاني حاجة، الملوك اللي بنوا في الدولة الحديثة الأهرامات بتاعتهم في وادي الملوك، لما راحوا بقى وادي الملوك وادي بعيد جدا في الصحراء وفي الجبل ويبنوا المقابر بتاعتهم، لقينا إن في مجموعة من البرديات القضائية من عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر بتتكلم على إن في مجموعة من اللصوص قدروا إن هم يسرقوا أو يوصلوا للمداخل بتاعة مجموعة من مقابر الملوك اللي في وادي الملوك وسرقوا منها مقتنيات ملكية، وتم القبض عليهم ومحاكمتهم على التهمة بتاعة السرقة بتاعتهم واتحكم عليهم بأحكام مختلفة. معنى كده إن الملوك اللي فكروا، يعني لو زي ما الرأي الأثري بيقول إن الملوك لما لقوا إن الأهرامات بتتسرق راحوا في وادي بعيد عشان يبنوا المقابر بتاعتهم في مكان مستخبي، فالناس واللصوص وصلوا إلى هذه الأماكن برضو. يعني ما هواش شيء عصم هذه المقابر من الإيه؟ السرقة. كمان في حاجة مهمة جدا، نقد الجانب الأثري أو الرأي الأثري اللي بيتكلم عن إن الأهرامات كانت مقابر وبعد كده الملوك بطلوا يعملوها علشان تتسرق. إحنا عندنا ما يسمى بخبيئة الوادي البحري، الدير البحري، وعندنا ما يسمى بخبيئة الكرنك، وعندنا يعني حاجة اسمها خبيئة. إيه الخبيئة دي؟ هي عبارة عن إن العلماء بتوع الآثار في العصر الحديث بداية بقى من واليس باجي وجوفاني بلزوني ودورفيتي وولتر إمري والناس اللي هم كانوا في الفترة بتاعة الاحتلال البريطاني لمصر وبينقبوا على الآثار، لقيوا خبيئتين، يعني مكان واسع كبير محفور في الأرض بشكل عشوائي، وجوه هذا المكان مجموعة مهولة جدا مكدسة على بعضها من الكنوز الملكية وتوابيت جواها مومياوات بتاعت ملوك. فاحنا لقينا خبيئتين، واحدة بتاعت الدير البحري واحدة بتاعت الكرنك. الخبيئتين دول لقينا فيهم كمية كبيرة جدا من المومياوات الملكية. كان في العصر المصري القديم وفي العصر البطلمي لصوص المقابر وصلوا للمقابر بتاعة الملوك دي وقدروا يفتحوها ويسرقوا منها الكنوز بتاعتها زي ما قلت لحضراتكم من شوية، بعد ما تم القبض عليهم وإرجاع الحاجات اللي هم سرقوها أخدوا المومياوات دي وراحوا مخبيينها داخل معبد الكرنك وداخل
معبد الدير البحري، علشان خاطر خلاص الأماكن بتاع المقابر بتاعتها اتعرفت، فلو رجعوا مكانهم برضو هيتسرقوا مرة تانية. فحتى إن هم يقولوا هنروح لوادي الملوك علشان خاطر نبني مقبرة هناك بعيدة عن اللصوص، فاللصوص وصلوا ليها وسرقوا هذه المقابر، وبعد كده لما رجعوا الحاجات المسروقة حطوها مقدسة في خبيئة الدير البحري والكرنك وغيره وخبيئة الأقصر، ولقينا إحنا بعد كده الحاجات المسروقة دي مدفونة داخل هذه المعابد بمقتنيات الملوك على بعضها. فالموضوع الرأي الأثري بتاع نظرية تطور المقبرة، من إن الأهرامات هي عبارة عن مقبرة متطورة عن الهرم المدرج، والهرم المدرج متطور عن نظام المقبرة اللي قبله اللي هو عبارة عن مصطبة، مبنى كبير فوق الأرض ومبنى تحت الأرض بتتحط فيه التابوت، وبعد كده بطل استخدام الأهرامات كمقابر ورجعوا للوادي الملوك. نظرية مش قائمة غير كلها عبارة عن رأي واجتهاد، مفيش إشارات أثرية أو مفيش إشارات لغوية، مفيش نص بيتكلم، مفيش إشارة أو مرسومة على الآثار بتتكلم على إن ده اللي المصري القديم كان عايزه. في حاجة جميلة جدا 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 كمان، اللي هو لو الأهرامات دي كانت مقابر أو كانت عبارة عن مثلا مقبرة كانت في عصر الرخاء الاقتصادي الكبير جدا، فإحنا عندنا واحد من مشاهير الملوك في مصر القديمة وهو الملك رمسيس الثاني. ليه ما بناش مقبرة على شكل هرم؟ زي لو إحنا هنقول إن الإيه؟ إن المقابر أو الأهرامات مقابر. فرمسيس الثاني راجل غني جدا، قوي جدا، كان عنده علاقات دبلوماسية كبيرة جدا، راجل قدر ان هو يحول صخرة كبيرة جدا من الجبل الى معبد. رمسيس الثاني لما حب يبني معبد، ما بناش معبد، ده نحت الصخر بتاع ابو سمبل وحول الجبل الى معبد. الموضوع كبير جدا، وكان اولى بيه ان هو يبني لنفسه مقبرة كبيرة جدا على شكل هرم لو هنعتبر ان الاهرامات مقابر. هنلاقي كمان حاجة جميلة جدا لما نروح ان شاء الله سقارة في الايفنت بتاعنا ان شاء الله يوم 15 اكتوبر. هنروح عند هرم جميل جدا اسمه هرم الملك أوناس، على واحدة من الوجهات بتاع الهرم بتاع أوناس ده بقايا نقش هيروغليفي بيقول ان الامير خع امواس ده واحد من اولاد الملك رمسيس الثاني. خع امواس ده كان مهندس معماري، وكان المسؤول عن الانشاءات الملكيه، وكان مسؤول عن ترميم الاثار بتاعت الاسلاف كلها. فخاع امواس ده جه في منطقة سقارة يتفقد المباني بتاعتها والأهرامات اللي موجودة جواها، بعدين لقي الضلع، جزء من الأضلاع بتاعت الهرم بتاع الملك أوناس بدأ يتهد. فعمل إيه؟ راح عمل ترميم لهذا الهرم، وبعد كده راح حاطط تكست كبير جدا بيقول في السنة كذا من عصر الملك رمسيس الثاني، أنا الابن الملكي الذي من صلبه خع أمواس قمت بترميم الهرم. وبدأ يتكلم عن العملية بتاعة الترميم اللي هو عملها للهرم ده. فمعنى كده إن الأهرامات كانت موجودة، الناس شايفاها وليها استخدام آخر، عشان كده بيتم ترميمه. يعني لو هو كان جاست مقبرة فقط كان مصيره هيبقى إلى زوال عادي بقى، مش مشكلة. ولكن الحاجة اللي يتم ترميمها بعد فترة من الزمن ويعاد ترميمها مرة تانية، معنى كده إنها ما زالت بتستخدم لاستخدام آخر أو لطريقة، أو بيتم استخدامها
بشكل تاني، زي ما مثلا خائن مواس برضو عمل ايه، عمل ترميم في معبد الاقصر، وعمل ترميم في معبد الكرنك، وعمل ترميم في معابد تانية كتير. فكوني ان انا اقوم بترميم او اقوم باضافة بوابة او اقوم باضافة قاعة بتاعت اعمدة او اقوم باضافة حجرة مثلا بتاع قدس اقداس او اقوم باي اضافات او ترميمات في مبنى معين، فمعنى ذلك ان هذا المبنى ليه استخدام دنيوي او حياتي اخر غير ان هو مقبرة وخلاص. فده هنشوفه ان شاء الله لما نروح مع بعضنا سفر. فاذا الموضوع بتاع الرأي الاثري وان الاهرامات عبارة عن مقابر، طب ما لو كانت مقابر كان فعلا ليه بقية الملوك ما بنوش اهرامات؟ وليه بقية الملوك زي الملك رمسيس كان اولى ان هو يبني نفسه هرم اكبر واضخم؟ طب تعالوا نفكر بشكل اخر منطقي بناء بقى على المعطيات الاثرية بتاعتنا، اللي هو ايه؟ النصوص الهيروغليفية اللي موجودة، الإشارات اللي بتتكلم عن المجموعات الهرمية بتاعتنا، وهكذا يمكن نقدر نوصل لحاجة يعني أقرب إلى الصواب في هذه المعضلة الأثرية، يعني اللي هو ليه ما استمرش الموضوع على بناء الأهرامات بهذا الشكل. عندنا بالنسبة للأهرامات، لو بصينا على الخريطة المصرية القديمة، هجيب لكم دلوقتي خريطة أنا عاملها. الخريطة دي مهمة جدا، بتتكلم عن تنظيم أو ترتيب المواقع الأثرية في مصر القديمة. مصر القديمة وبنى الأماكن فيها ما كانتش شيء اعتباطي، يعني لو بصينا على الخريطة وشفنا فين مبني معبد وفين مبني مقبرة وفين مبني كذا، كل حاجة في مصر ما كانتش معمولة كده باي لاك. لا، المصري القديم كان عارف كل حاجة يقدر يبنيها فين، وامتى ابني هنا معبد وامتى ابني هنا هرم. لو بصينا على الخريطة المصرية دي هنحس إنها عاملة زي زهرة اللوتس، عبارة عن الساق بتاعتها الممتد من أول منابع النيل وبتطلع لحد منطقة الدلتا، بتمثل الزهرة بتاعت اللوتس. لو بصينا على امتداد هذه الخريطة من الجنوب إلى الشمال، هنلاقي ان مصر القديم كانه اعتبر خريطه مصر عباره عن بيت كبير جدا، يعني الدوله في حد ذاتها او الحدود بتاعت مصر كانها بيت كبير جدا. البيت ده المصري القديم قسمه وتعامل معاه على مبدا الفونج شوي، اللي هو طاقه المكان، اللي هو العلم الصيني اللي برضو مصر القديمه ليها جذور فيه كده وليها يعني مساهمات فيه. هنلاقي دايما ان الجزء الجنوبي اللي تحت خالص نلاقي كله معابد، معابد معموله على الشكل المربع او الشكل المستطيل، المربع الذهبي او المستطيل الذهبي، اللي هو الضلع الطول بتاعه قد العرض مرتين ونص. فهنا هنلاقي ان الجزء الجنوبي ده كله فيه معابد. معابد بتتكلم عن ايه؟ أول حاجة نلاقي معابد فيلة بتاعت إيزيس في الجنوب، معابد فيلة ومعابد حورس ومعابد سوبك، والجزء الخاص كله بالمعابد اللي بتدي لك دعم وقوة وطاقة، كأن ده مدخل البيت. في الناس اللي عندها فكرة عن الفونج شوي الحديث أو الصيني أو أيا كان، هنقدر نربط الفكرة ان ده كأنه مدخل البيت الجنوبي. بعد كده تطلع فوق شوية تلاقي معابد بتاعت خنوم في جزيرة إليفانتين، برضو انت هنا عند الجزء بتاع مدخل البيت. بعد كده بتبدأ تدخل عند حورس وسوبك، بعدين ادي ده جزء الخاص بالمدخل، مدخل مصر الجنوبي، ويعتبر اهم مدخل منهم،
واصعب مدخل منهم. ليه؟ لان المدخل الجنوبي ده عباره عن شلالات بتاعه النيل ومنابع النيل، فده الجذور ودي البدايه وده الاساس، وده كل شيء بيبدا من الايه؟ من المدخل الجنوبي، وبدايه الحضاره بدات من المدخل الجنوبي لهذه الايه؟ الارض. فهنا المدخل ده لازم يكون مدخل قوي جدا، لازم يكون معلش بقى يا استاذه هاله، لما كنت عامل تنويه من يومين اهو. فالمدخل الجنوبي لهذا البيت الكبير لابد ان يكون مدخل قوي، عامل زي مدخل البيت، مدخل البيت اللي انت بتحط بقى فيه الديكوريشن، اللي بيدي لك روتينج، بيدي لك قوه، بيدي لك ثبات، بيدي لك كل شيء انت محتاجه علشان يبقى فيه دعم وامان. ده مدخل البيت. بعد كده عندك الجزء يعتبر اللي في القلب بتاع الايه؟ في القلب بتاع البيت، اللي هو في الجزء بتاع الأقصر وسوهاج وقنا، اللي هو وسط الخريطة او الوسط بتاع الايه؟ الخريطة المصرية او البيت المصري الكبير، اللي فيه بقى معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد هابو ودندرة وأبيدوس، اللي فيها بقى القلب بتاع الايه؟ القلب بتاع البيت، المكان اللي فيه اللاف، والمكان اللي فيه الهارموني، والمكان اللي فيه كل ما يخص من العلاقات بتاعت الود والايه والمحبة. تطلع فوق شوية تلاقي نفسك وصلت إلى منطقة المنيا والفيوم، ووصولا إلى الجيزة هتلاقي هناك في بقى الأشمونين وتحوت وسقارة، والجزء بقى الخاص بالتواصل وهكذا. هنا أول ما بنوصل للجزء بتاع التواصل وبتاع الإلهام وبتاع الحكمة، بنبدأ نلاقي الأهرامات بدأت تظهر لحد ما بنوصل لمنطقة الجيزة. الخريطة المصرية القديمة دي، المصري القديم لما رسم عمل هنا معبد وبنى هنا هرم، ليه ما بناش اهرامات في الصعيد؟ ليه الاهرامات متركزه في الجزء بتاع الايه؟ الشمال بس. تعالوا بقى ندخل الزوم مره تانية علشان الجلسه الاولى مدتها خلصت، ونكمل بقى ونقول ليه الاهرامات اتبنت فوق ما اتبنتش في الجنوب، بناء على as above so below، كما فوق كما تحت، كخريطة مصر اللي بتمثل أو بتحاكي نجوم الإيه السماء، أو اعتمادا على الفلك المصري القديم.